المرمى طابت أوقاتكم، السلام عليكم. قبل مواجهة الهلال والعين ياسر وجيان، الحال متشابهة والقميص يختلف هذه المرة. وبعد 109 أيام على النهائي الأسود، الأهلي يعود للميدان أمام الغرافة. سمي شاعر النيل خريج كاليفورنيا، هل يبلغ كرسي القارة الأول؟ والنصر يحل في الكويت لمواجهة شيخها بدون الفتى اليوناني. أهلا بكم، نبدأ من دوري أبطال آسيا، حيث شهدت منافسات المجموعة الثانية خسارة الاتفاق السعودي أمام مضيفه بختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، وشهدت المباراة إضاعة ضربة جزاء للفريق السعودي. أيضا فاز الخويا القطري على الشباب الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وشهدت منافسات المجموعة الأولى فوز الشباب السعودي على الجيش القطري بهدفين دون رد، فيما تغلبت بريز الإيراني على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف. اليوم تتواصل المنافسات في المجموعة الرابعة، يحل الهلال السعودي ضيفا على العين الإماراتي في العين، فيما يستقبل الريان القطري منافسه استقلال طهران الإيراني. ضمن المجموعة الثالثة أيضا يستضيف الأهلي السعودي منافسه الغرافة القطري، ويحل نصر الإمارات ضيفا على السافهان أصفهان الإيراني. الأهلي السعودي يقابل الغرافة إذن في افتتاح مشواره لدوري أبطال آسيا. الأهلي كان قد بلغ النهائي العام الماضي، لكنه كان نهائيا مرا في نتيجته، وشهد الفريق انحدارا لافتا بعد ذاك قبل أن ينهض من هذه أو من تلك الكبوة. معين السواري يقرأ الأهلي منذ النهائي النكسة وحتى العودة. نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم الذي جمع الأهلي السعودي مع أصحاب الضيافة أولسان الكوري، حدث أراده الأهلي نهاية سعيدة لمشواره الآسيوي، لكنه شكل بداية ما يشبه الصدمة للفريق الذي احتاج لوقت طويل للتعافي منها. أراد الأهلي جعل أولسان آخر الأحزان فكانت أولها. عاد إلى السعودية بعد الثلاثية ليخسر ثلاث مواجهات متتالية أمام التعاون والهلال والاتفاق، قبل أن تعيد له مباراة الاتحاد الثقة وتضعه على سكة الانتصارات مجددا. فوز جاء بعد تجديد الثقة للمدرب التشيكي يارولين، منهيا تكهنات بقرب الاستغناء عنه بعد تدهور مستوى الفريق ونتائجه، ليبدأ الخط التصاعدي مجددا قبل مشاركة الراقي في الموسم الجديد من المسابقة الآسيوية. وما بين نهائي أولسان وافتتاحية موسمه الجديد أمام الغرافة القطري، قضى الفريق 109 أيام لعب خلالها 14 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 7 منها، وانتهت 3 مباريات بخسارته و4 بالتعادل. وفي كأس ولي العهد تخطى الشعلة برباعية في دور 16، لكن النصر وضع حدا لطموحاته فغادر البطولة من ربع النهائي. تجديد الفريق بدأ بعد النهائي الآسيوي بالإعلان عن ضم أسامة هوساوي من أندرلخت البلجيكي، ومع مغادرة الأرجنتيني دييغو موراليس بحث النادي عن بديل، ونجحت المفاوضات مع البرازيلي برونو سيزر لاعب وسط بنفيكا. معين السواري، العربية. إلى الرياض بكل هذه المعلومات. يلتحق بنا من هناك كابتن فيصل بوثنين الدولي السابق. كابتن أهلا بك معنا. أهلي جديد عن النهائي الماضي تجدد رغم مضي 109 أيام فقط. فيصل، المواجهات الخليجية ربما لا يحكمها عوامل فنية، الأهلي أمام الغرافة تندرج تحت ذات السياق؟ مساء الخير بتال عليك وعلى مشاهد العربية. بطبيعة الحال دائما المباريات الفرق الخليجية بتال تشهد حقيقة تنافس وصعوبة كبيرة في تفوق أحد الفريقين، خصوصا على الأندية السعودية. لذلك المباراة الأولى أهميتها كبيرة جدا، وخصوصا أمام فريق منافس وقوي، فريق الغرافة، على الرغم من الظروف الفنية اللي يمر فيها فريق الغرافة، إلا أن البدايات دائما هي ما تعطي الثقة والدافع للاستمرار في هذه البطولة والتصاور للتأهل عن هذه المجموعة. جميل، شو المطلوب من الأهلي من أنه يواجه فريق خليجي آخر وليس فريق آسيوي شرقي أو على الأقل من الجنوب الغربي خلينا نقول؟
فريق الأهلي سيواجه صعوبة في حقيقة الرباعي الأجنبي لدى فريق الغرافة القطري. نعم. فريق الغرافة القطري هذا الموسم ربما أسوأ موسم رياضي مر على فريق الغرافة، يحتل الترتيب المرتبة السادسة في الدوري القطري، آخر أربع مباريات لم يحقق الانتصار، خسر آخر مباراة أمام الخور في الدوري القطري، فبالتالي كل ثقل ومشاعر هذا الفريق ستركز على البطولة الآسيوية. أيضا يحمل أسماء ثقيلة الفريق الغرافة القطري اللاعب الفرنسي شهير سيسي، اللاعب البرازيلي نيني، اللاعب الأسترالي بريشيانو، واللاعب البرازيلي أيضا رافائيل، رباعي أجنبي مميز جدا. بتال أعتقد أن فريق الأهلي إذا ما أراد أن يبدأ البطولة هذه بقوة وأن يستعيد نفس الانتصارات التي بدأ فيها في الموسم الماضي، عليه أن يحذر من هذا الرباعي ومن أيضا طموحات الفريق القطري الذي أعتقد أنه الآن خارج المنافسات القطرية وسيجعل تركيز التام على البطولة الآسيوية. نعم فيصل، كانك تقدم الغرافة هو الورقة الأولى في هذه البطولة. صحيح، بالتالي فريق الغرافة كما ذكرت لك سابقا هو فريق خسر أعتقد كل شيء الآن في الدوري القطري، حتى التأهل عن الأربعة للبطولة الآسيوية القادمة خسرها، فبالتالي تركيز التام سيكون على البطولة الآسيوية حتى يحفظ أو يحتفظ ببعض الإمكانات التي معروف يعرف بها فريق الغرافة. فريق الأهلي بتال في كما ذكر التقرير هو مر بمنحنيات كبيرة، يعني تخيل فريق يصل إلى نهائي آسيا، يعني نعم. الدوري المحلي يخسر ويبتعد عن بطولة الدوري المحلي، لذلك فريق الأهلي فريق متباين في المستويات، يعني أعتقد أن عودة جاروليم والهدوء الآن ودخول اللاعب البرازيلي سيزار لتشكيلة الفريق أسامة هوساوي وتعطيه يعني إعطاء دفعة معنوية كبيرة لدفاع الأهلي، ستكون هذه عوامل مساعدة للفريق الأهلاوي، ولكن الفريق لابد أن يكون بشكل عام فريق متكامل. فريق الأهلي لا ينقصه شيء وهو فريق مؤهل للتأهل عن هذه المجموعة، ولكن أول مباراة هي الأهم. نعم كابتن، الأهلي في الموسم الماضي دوري الأبطال وصل إلى النهائي وخسر بثلاثية مرة، يعني هذه الذكرى كابتن تعتبر خبرة ميدانية للأهلي في هذه البطولة ولا جرح الآن يتذكرونه؟ لا أعتقد بتال أنها خبرة، لأن حقيقة وصول الأهلي الموسم الماضي كان ينم عن مستويات متقدمة قدم فريق الأهلي، نافس على بطولة الدوري السعودي حتى آخر مباراة، قدم نفسه بشكل رائع في البطولة الآسيوية، نعم. وصل للنهائي، ولكن أعتقد أن كرة القدم يعني لا تعترف بالمستويات، هي في الأخير نتائج، ولكن أنا أعتقد أن هذه المباراة أو البطولة الآسيوية أكسبت الفريق الأهلاوي خبرة أكثر، وأعتقد أنها ستكون يعني حاضرة في شخصية الفريق في مباراة الليلة مع فريق الغرافة، وأتمنى إن شاء الله فريق الأهلي يتجاوزها بأسهل الطرق. شكرا جزيلا كابتن فيصل أبو اثنين الدولي السابق كان معنا من الرياض متحدثا عن مباراة الأهلي والغرافة، شكرا فيصل. بعد وقبل ماذا يقول المعسكر الأهلاوي والقطري قبل النسخة الجديدة من الأخضر الآسيوي الذي يظهر اليوم في جدة؟ فريق الأهلاوي قبل كذا يعني خاض قبل كذا يعني البطولة هذه، وعنده تجربة كبيرة في هذه البطولة، إن شاء الله بإذن الله يعني إنه نحاول نصحح الأغلاط اللي كانت في الآسيوية السنة اللي راحت، إن شاء الله السنة هذه بإذن الله يعني إنه إن شاء الله نكون الأهلي غير بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله دحين المباراة الجديدة أمام الغرافة إن شاء الله بإذن الله نكون يعني مستعدين لها. والله ما في شيء يخوف كرة القدم، كرة القدم فوز وخسارة، إذا فزنا إحنا مبروك لنا وإذا فاز الأهلي مبروك لهم. الغرافة فريق قوي يعني خاصة انه جاب ثلاثة اجانب اعتقد من افضل لاعبة في العالم، تعرف اول فوز في كاس اسيا، ثاني مباراة وثالث مباراة كلها مهمة، يعني لو اخذنا ثلاثة نقاط خاصة انها فرضنا يعني احنا نرتاح اكيد، وارتاح كثير ضد الغرافة خاصة ضد الغرافة يعني، وان شاء الله نقدر يعني نفوز، مو صعب يعني علينا، لازم ما ندخل بثقة زيادة لانه الثقة زيادة ما حنظهر مستوانا الحقيقي، خاصة انه اخر مباراة في الدوري ما ظهرنا اللي عندنا يعني، والجماهير شوية اعتبانا على الفريق. أتمنى الله يوفقنا في المباراة هذه إن شاء الله،
ونعود يعني على يعني نغمه الانتصارات مثل ما يقولون او وتيره الانتصارات، لان صارنا فتره صراحه ما 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 قدمنا المستوى المطلوب منا. والله الاصابه طيب الحمد لله خلاص راحت، والاستعداد جيد، ومباراه مهمه جايه ان شاء الله اكيد الغرفه فريق كبير، اتمنى ان شاء الله نكون حاضرين بكامل تركيزنا وبكامل عطائنا في ارضيه الملعب، مباراه مهمه مثل ما قلت لك، نتمنى ان الله يوفقنا فيها. المباراه ليست تحدي بيني وبين برونو سيزار، وانما بين فريقي الاهلي والغرافه. سأحاول مساعدة فريقي للفوز بالنقاط الثلاث. والعين الإماراتي في العين يستقبل اليوم نظيره الهلال السعودي. في العام الماضي كان ياسر السعودي وجيان الغاني يقودان هجوم البنفسجي، اليوم هما وجها لوجه. نبيل القابسي يقرأ في مشوار اللاعبين بعد الفراق. أصدقاء الأمس أعداء اليوم. في الأمس القريب كان يدافعان على ألوان العين، وكان يسجلان أهداف الفريق العينوي. الفريق توج باللقب في الموسم المنقضي بفضل أهداف جيان وياسر. اليوم وبعد أن عاد ياسر للهلال أصبح كل يغني على ليلى، واختلف طريق كل واحد. فالقناص ياسر عاد للأزرق الهلالي، وكله أمل في إعادة ذكريات الزمن الجميل مع الموج الأزرق. ياسر عاد للهلال عودة الدر إلى المعدن، وعادت معه الأهداف والتتويجات، لقب كأس ولي العهد بعد فوزه على النصف النهائي، بينما لا يزال الهلال في مركز الوصافة في الدوري بعد الفتح المتصدر. ياسر يحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين بأحد عشر هدفا كان آخرها ضد الشباب. دوليا عاد القناص عن قراره بالاعتزال الدولي، وشارك مع الأخضر في كأس الخليج، وادعى من الدور الأول، واكتفى ياسر بهدف وحيد ضد اليمن. جيان واصل دفاعه على ألوان الفريق الإماراتي حتى اليوم، متصدرا ترتيب الهدافين ب 21 هدفا، وآخرها كان في الدوري ضد النصر. جيان أسموا هو الآخر شارك مع منتخب البلاك ستارز في كأس إفريقيا من دون أن يهدي بلاده اللقب القاري، لينهي البطولة بالمركز الرابع. كانوا يشتركون في الأفراح وفي الليالي الملاح، اليوم تغيرت ملامح العلاقة، فكل واحد يبحث عن هز شباك المنافس في الكأس الآسيوية. نبيل جيبسي، العربية. وفي الاستوديو يلتحق بنا الان كابتن سالم جوهر لاعب العين السابق. كابتن اهلا بك معنا. مرحبتين وسهلا، الله يسلمك. لو كنت انت تلعب او تحضر في هذا المباراه زي ما كنت تلعب، بتراقب ياسر ولا جيان اذا كانوا ضدك اكثر؟ براقب الاثنين. لان منو اللي حالها احسن تسر اكثر؟ لا شوف، في الوقت الحالي يعني خليني اقول لك، في السعوديه ما في ذاك الرضا الكامل عن ياسر الان حتى في مدرج الهلال، وفي العين هنا ما في رضا على جيان في الدور الثاني خلينا نقول على الاقل. ما عليه، بس يمكن هي المحطه اللي راح فيها في بطوله افريقيا يمكن شوي عملت فارق بالنسبه لجيان، لكن كتهديف كمستوى يمكن انا اشوف جيان الافضل يعني من في الفتره الحاليه، في الفتره الحاليه خاصه. يمكن ياسر لما كان في العين مو زي العام جاء الدور الثاني وسجل وصار الهداف. شوف هي كانت ما عنده اهداف اربعه، بس هي كانت نفسيه بالنسبه لياسر. نقلته نقله انه يكون لاعب بارز، يرجع لمستواه الفتره اللي كان فيها مع العين. يمكن رجوعه للسعوديه ورجوعه لنادي الهلال بشكل خاص انه اثر عليه، او في تغيير الضغوط عادت. الضغوط أي. انا في رايي الضغط الاعلامي خاصه في السعوديه، والضغط اللي واجهها في دوره الخليج بشكل صحيح. بشكل خاص صحيح. اثر على ياسر بشكل كبير يعني. طيب كابتن، الهلال ناويكم جاي ومع كاس، والعين يحضر مباراه هو مهزوم من متذيل الترتيب او من احد فرق المؤخره في الدوري الاماراتي. هذا صحيح. بالنسبه للهلال عند بطوله الكاس اللي فاز فيها مؤخرا، يمكن انا في رايي على حسب ما شفت المباراه، مباراه الهلال والنصر، انا في رايي كان النصر الافضل شويه، لكن هو الحظ اخر شيء في ركله ابتسم للهلال. أي. وفعلا معنويا يدخل الهلال انه معنوياته ممتازه، عنده بطوله ممكن انه يقدم المستوى الممتاز منه.
انت جاي الحين من العين كابتن للاستوديو؟ لا انا جاي من عجمان. اي من عجمان. ما شنو استعدادات في العين؟ اتصلت على البعثه شوف او المعسكر العيناوي البنفسجي؟ والله شوف الاستعداد استعداد جيد، معنويات مرتفعه. صح ان الفريق تاثر في مباراه الاخيره من متذيل الترتيب مثل ما نحن عارفين، لكن هذا امر يمكن انا في رايي انه كان درس لي ان العين لازم يفوق وتحترم الفرق اللي قدامك. كابتن تاريخيا في تاريخ الكره الاماراتيه العين هو افضل من يمثلها خارجيا. والله النتائج تقول، يعني انت جيلك جاب كاس اسيا. شوف اللي ما جابها حد بعدكم. لا حد ان شاء الله ان شاء الله يجيبونها، لكن بالنسبه للعين والهلال اللي بيقوله كابتن انه الثقه هذه اللي توضع في العين دايم، هالمره برضو نفس الظروف؟ والله نفس الظروف. شوف الدعم الجماهيري، الشيوخ، اللاعبين، الكل يعني يكون متكاتف في ليش لما تلعبون قدام الهلال تتغيرون؟ تصيرون في عين ثاني، عين مفتحه. تدري ليش؟ اي لان فريق الهلال فريق كبير، اي فيه نجوم، اللاعب يحب يلعب مع النجوم. يعني الفترة اللي احنا كنا فيها سامي، ثنيان، غلبتهم 1-0 في ابو ظبي. والله شوف هذه بالنسبة لنا كانت لنا يعني شيء كبير مش شيء بسيط. صحيح انك تغلب فريق كبير، فريق زعيم، فريق كعب عالي، هذا شيء يعطيك دافع قوي. بكره بنشوف رقم ياسر في مدرجات العين؟ والله بتشوف ضد ياسر. لا كابتن قاعد تحس الجمهور انت. لا ما في. لا بالعكس طبعا ياسر سوى اسم شعبيه وله شعبيه في نادي العين او في الامارات بشكل خاص، لكن هذا عالم الاحتراف. عالم الاحتراف انت اليوم هني بكره ما تعرف انت وين. ف من ورقات العين بكره؟ جان ولا عمر؟ والله ال 11 لاعب اللي بيكونوا في الملعب هم ورقه. ومن اللي يخوف العين في الهلال بكره؟ والله لو لعبوا بجماعيه فريق الهلال يخوف، ما بتكلم عن لاعب معين. عطني توقعك كابتن قبل نختم. والله اتوقعها 2-1 للعين. بتروح الملعب؟ ان شاء الله. بنشوفك بعدها باذن الله. نشوف توقعاتك بس. شكرا كابتن حضورك. مشكور الله. شكرا كابتن. كوزمين الهلالي السابق العيناوي الحالي، كيف يرى الحاله اليوم في مواجهه الاصدقاء الاعداء؟ الهلال فريق شاب ومعظم لاعبيه الشباب اعرفهم وعملنا سويا. القرني، الفرج، الدوسري، البيشي، الزوري، هؤلاء اللاعبون الذين كانوا معي بالفريق رديف وتم تصعيدهم للفريق الأول، وأنا سعيد بوصولهم إلى هذه المرحلة وهم بحاجة لبعض الخبرة. الهلال لديه لاعبين جيدين وهو فريق ذو تقاليد عريقة، لهذا حصل على جائزة نادي القرن. فعلا أعرف اللاعبين بشكل جيد، لكن إلى الآن لا أعرف إلى أي حد قد يساعدنا في هذه المباراة. الهلال حقق أشياء جيدة، وأعتقد أنه كان من الممكن أن يحصل على أشياء أفضل، وقد سمعت أصواتا تحاول معاتبة الرئيس الأمير عبد الرحمن، لكن أعرف الأمير بشكل مقرب. هو قد لا يكون مختص بشكل مباشر في كرة القدم، لكنه أكثر شخص يحاول ولديه الإرادة والعزيمة لجعل الهلال الأفضل في القارة الآسيوية. وهذه وقفتنا الأولى، نتابع بعدها في المرمى. وفي ابن حرماس سمي شاعر النيل خريج كاليفورنيا يتقدم إلى كرسي الرئاسة القاري، ماذا يريد؟